اخر لعبه التحدي بتاعتنا دايما بتكون لعبه فرقعه البلالين، وما بعرفش ابدا اتوقع مين فيها اللي ممكن يكسب، بس احنا معانا لولي ومعانا الاستاذ محمد. هنشوف دلوقتي تشجيع الاهالي هيوصلهم لفين. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. لولي لا 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 ما تتحركش، محدش يتحرك، محدش يتحرك. لولي يا سلام، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. يلا حرك، حط بس هنا هنا، حرك انت كمان بس. لولي يلا لولي، يلا لولي، ما تتحركيش، ما تتحركش. لولي لولي، خطوه واحده، خطوه واحده يا محمد، خطوه واحده. ماشي برافو، خطوه كمان يا محمد. محمد بس، محمد بس، محمد بس، خطوه كمان. خدي من الارض، يلا يلا اطلع، وخطوه كمان يا محمد. برافو محمد، مكانك، من مكانك، من مكانك، من مكانك. لا خليكي مكاني يا لولي، لولي مكانك يا لولي، مكانك يا لولي، من مكانك، من مكانك. لولي بس، محدش يقرب اكتر من كده. لولي هنشوف بقى، لولي ولا محمد، لولي ولا محمد، لولي ولا مين. مش عارفه مين اللي كسب بالاخر، بس هما الاثنين جابوها في نفس الوقت، فهنعتبرها تعادل عادي جدا ونحب بعض. برافو. يلا بسرعه نروح نشوف مين هيقطع مين في البلاي ستيشن.